ألو جدة، برنامج مقالب كوميدي بقالب سياسي تعرض القناة التاسعة التونسية في رمضان، ويستهدف سياسيين ونشطاء تونسيين هاجم بعضهم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي. البرنامج الذي أخرجه خلف الله الخلصي ويتقمص فيه وسيم مقالو شخصية بن علي يرصد ردود أفعال ضيوفه عبر اتصال عبر سكايب، ويزعم فريق البرنامج أنه مع بن علي. نتابع فكرة البرنامج الذي استحوذ على اهتمام كثيرين. صار معنا جاهزا عبر سكايب الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي من جده من السعوديه. اهلا بك سيد الرئيس، وان شاء الله نشوفوك في تونس معزز مكرم محترم. شي حوايج شي موضوع. لاباس سيد الرئيس. والله انا ما عندي برشا، نحب نكلمك ونحب نسالك. وانا نسال اسئلتي. لا لا ها انا نسال اسئلتي. اسال وحدك. لا اذا باش تفرض علي انا مش خليك في المكان. اذا موجود على سكايب، موجود اذا باش تفرض علي. صادق الامن والامان احسن ربما. سيد الرئيس.